اهلا وسهلا متتبعي قناه مطبخ وتدابير ساره ساره بوزيان. اليوم جيتكم بوصفه دجاج محمر على طريقتي انا. الوصفه هذه الدجاج تاعكم راح يجي طري ومعسل من الداخل ويجي محمر من برا، بنتو ولا اروع، ونتيجه تحفه. دوك نجوزو مباشره على بركه الله للمقادير. بالنسبه للمقادير، هنا عندي اطراف دجاج مغسولين بالملح والخل، قطرتهم نشفتهم كما راهو موضح هنا. عندي هنا حبيبه بصل كبيره، سنينه الثوم هنا قطعتها في لاشوار. بالنسبه للهريسه هنا تحبوا تضيفوها، تحبوا تستغلاو عليها. عندي مغرفه صغيره هريسه، عندي مغرفه صغيره لا موتغد، عندي نص مغرفه كبيره تاع طوماطيش مصبره. عندي هنا الزبده، علاش نديروا بالزبده ما نديروش بالزيت؟ باش ما يجيناش يابس وناشف. الزبده هنا راح تمدلو طراوه ما شاء الله. هنا عندي زوج مغارف خل كبار. بالنسبه للتوابل، عندي هنا قزبر مرحي، عندي فلفل الكحل، عندي توابل الدجاج، عكري، ملح وشويه زعتر. وعندي هذا البو تاع ياغورت ناتشور، هذا راح يمد للدجاج تاعكم طراوه ما شاء الله، واحد البنه تحفه. نتمنى تجربوا الوصفه هذه البنات، ما راحش تندموا عليها. دوك نجوزوا مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها هي نربيو سنينات تاع الثوم اللي ذكرتهم لكم في الاول. تحبوا تدرسوهم في المهرز، تحبوا تربيهم، انا هنا نربيهم كامل. هنا بعد ما ربيت السنينات تاع الثوم، نديروا الحبيبه تاع البصل اللي قلت لكم قطعتها في لاشوار بهذه الطريقه. نديروا عليها التوابل، نعاود نذكركم فيهم: قزبر مرحي، فلفل الكحل، توابل الدجاج، شويه زعتره، عكري، هنا تحبوا حلو تحبوا الحار هذا الشيء يرجع لكم، وكميه من الملح. نديروا هنا زوج مغرفات تاع الخل، الخل هنا يديزانفيكتي كامل كاش حاجه تكون في الدجاج، ويزيد يمد لها بنه ما شاء الله. عندي هنا مغرفه هريسه نعاود لكم، مغرفه لا موتغد، مغرفه طوماطيش، ومغرفه تاع زبده كبيره. نضيفوا هنا البو تاع الياغورت الطبيعي بهذا الشكل. نخلطوا كامل المكونات مع بعض. هنا بعد ما خلطت المكونات كامل مع بعض، هنا نحطوا اطراف تاع الدجاج. نشربوا هاد لاماريناد للدجاج تاعنا، لازم الدجاج تاعنا كامل يتشرب هاد لاماريناد. هنا نخدمه باليد. هنا بعد ما ضفنا الدجاج للتتبيله، هنا لازم ندخلوا تتبيله مليح في الدجاج. هاد لاماريناد لازم كامل الدجاج يتشربها كما راكم تشوفوا هنا. اعتمدوا على هذه التتبيله، ما راحش تندموا عليها، وتتحصلوا على نتيجه بزاف بزاف شابه. احنا نجيبوا فيلم اليمونتير، نغلفوا على الدجاج تاعنا، ندخلوه للثلاجه واحد الساعتين حتى لثلاث سوايع. انا هنا مازال عندي الحل، ثلاثه يسمى الخمسه نحطو يطيب باذن الله تعالى. اذا كان عندكم الوقت ديروا هاد لاماريناد في الليل، هنا راح يتشرب لكم الدرسه تاعو مليح، ويجيكم طري فوق القانون، يعني من الداخل قلت لكم يجي طري، ومن برا يجي محمر. هنا بعد ما جازو زوج سوايع، راهي الخمسه هنا باش نحطوه يطيب. انا الدجاج ديالي كنطيبوه ما نغطيش المول بابي الومنيوم، ولا ما نغطيه بحتى حاجه، ويطيب لي حتى للقلب، ونتحصل على نتيجه مليحه. اول حاجه نبدا بها نجيبو اون اسيت نحيو الدجاج تاعنا. علاش؟ باش راح هنا في هاد لاماريناد راح نزيد كاس ما اللي يطيب فيها الدجاج. هنا بهذه الطريقه نضيف هنا الكاس تاع الماء، باسكو ليكويس تاعي شويه كبار، دونك هنا راح ياخذ لي شويه الماء، ومن بعد يتشرب هاد لاصوص، ونتحصل على ديك لاصوص الشابه هكذا بهذه الطريقه. هنا نجيبوا المول ديالنا اللي نحطوا فيه الدجاج. بسم الله، ونسدفوا الدجاج تاعنا فوق هاد لاماريناد، ندخلوه في الكوشه يطيب على نار عاديه، يسمى ماشي متوسطه كامل وماشي قويه كامل. بسم الله، هنا ساعه ساعه نقلبوا الدجاج تاعنا حتى يسمى يطيب لنا كامل من لي كوتي، يتشرب هاد لاصوص وياخذ التحميره تاعو من فوق. هنا بعد ما حطينا الدجاج تاعنا في المول، نمسحوا هاد لي كوتي ما تطراش اللي يعني طرشنا المول ديالنا. احنا بلا ما نغطوه بابي الومنيوم ولا بابي كويسون، ندخلوه يطيب اشاك فوا، نقلبوه حتى يطيب لنا بيان، ونحمروه من الفوق.
بعد ما حطينا الدجاج تاعنا يتحمر، هنا نجوزو للبطاطا اللي راح نرافقوها مع الدجاج. هنا خيرت البطاطا هذيك صغيره تاع صغيره الحجم، يعني البطاطا الصغيره بهذا الشكل، غليتها بشويه ملح وشويه سكر، نقيتها. عندي هنا مغرفه زبده معمره مليح، عندي كميه من المعدنوس، سنين الثوم، وشويه فلفل الكحل. بون، دوك نجوزو مباشره على بركه الله طريقه التحضير. نجيبوا المقله ديالنا، هنا حطيتها فوق النار سخنت شويه، نحطوا فيها الزبده هي الاولى. بسم الله، مارغارين بلوتو ماشي زبده، تحبوا تخدموا بالزبده هذا الشيء يرجع لكم. هنا نستناو عليها الذوب، هنا بعد ما دابت المارغارين تاعنا نحطوا البطاطا اللي كنا غليناها قلت لكم بالملح وشويه سكر. هنا النار راني دايرتها قليله ماشي نار عاديه، درتها في الفرن صغير على نار قليله. نربي عليها 3 سنين تاع الثوم. بسم الله بهذا الشكل باش تشرب لنا بنة الثوم. نرش عليها رشه فلفل اسود بوافغ نوار. بسم الله هنا، ونغطوا عليها ونخلوها تشرب لنا البنه تاع المارغارين. هنا قلت لكم اني حطيتها على نار قليله، شوفوا كيفاش هو موضح. علاش؟ باش تشرب لي عفوا البنه تاع الثوم والفلفل الاسود والمارغارين. بعد ما طاب لي الطبق تاعي الدجاج حمرته بهذه الطريقه كيما راه موضح هنا. بالنسبه للتحمر تحبوا تحمروه بلوس، تحبوا تحمروه موا، حنا يحبوه محمر مليح. البطاطا تاني عطيت لها هذه التحميره، شوفوا في الدوغين ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه، وصفه ما شاء الله، الدجاج جا طري روعه، والبطاطا تاني راهي موضحه قدامكم، ريحته بنتو ما شاء الله. نقول لكم صحه فطوركم، صحه رمضانكم، وكل عام وانتم بخير.